ايه يا عم من الراحه في ايه؟ على طول قافشني كده يا رب. دايما قافشني انت كده. مش بطل عدم من عياله دي؟ انا مش جايب لك علبه امبارح يا عم. والله العظيم خلصت. وبعدين السيجاره من علبتك ليها طعم تاني يا عرب. لا يا راجل. اه والله. طب خد اخويا ولعتك الجميله بقى عشان نهشك النونه. انت جاي بطولك يعني؟ لا كده ولا معلقه. طب ما تيجي تفتشنا احسن. معاش ولا كان اللي فتش عرب السويركي في ايه يا جدع؟ بس انا بعتب عليك، خلي بالك واخد على خاطري منك. امبارح تاخد البت بنت الحاج وتسيبني كده في الطل؟ انا لولا عارف انك جاي تعبان تعاملت معاك الوحش. ايه بقى الوحش؟ عكس الحلو. لا لا يا راجل. ايه يا عم في ايه بالراحه مالك؟ وبعدين زعلان ليه وانا كنت سايبك يعني في حته مقطوعه؟ اه طب ما انت كان معاك عربيه تاني. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. امال وقع دماغي ليه؟ ايه اللي جابك يا عرب يا سويركي؟ هي دي ازيك يا امه؟ ما تسوقش الدلال علينا بقى يا عم. ياما انا ماليش في الدنيا دي غيرك، انا جاي اراضيكي. لا ياض، وانت بتخاف على زعلي قوي. يعني انا لو ما خفتش على زعلك هخاف على زعل مين يا ست الحبايب يا قمر انت؟ سامح النبادي يا امه وحياه حبيبك النبي، ما تسامحيني. اضحكي بقى ياما اضحكي. طب وحياه النبي محمد لو ما ضحكتي دلوقتي وقلت بصوتي زغزغ قلبي من جوه مسامحك يا عرب يا ابني؟ نقول في كل المغربلين ان الخضار بتاعك مضروب والطماطم متعاصر واضرب صبعتك في سوق الخضار. آه كده النبي تبسم خلي صباحك يبقى عسل. ايه ماشي كلتني زي كل مره. بحبك يا امه ربنا يخليك لينا. بقول لك ايه، شويه ملوخيه حلوه كده من ايديك بقى على العشاء عشان هموت واكل ملوخيه. ودعي لي يا امه. ده عيالك يا حبيبي، ربنا يهديك لسكة الخير ويبعدك عن سكة الشر وناسه. أمين يا رب يا رب. بقولك إيه، هنعمل إيه في حوار البيت؟ آه بص يا أمه من غير زعل، البيت لازم يتهد ويبني تاني وده هيصرف فلوس كتير. فأنا بصراحة كده بقى المرة دي مع رأي عالي، إحنا نبيعه ونجيب شقة أوسع في مكان تاني. البيت اللي أبوك حط فيه تعبه وشقاه أيام العراق لحد آخر مليم، عايز تبيعه أنت وأخوك؟ لا يا عرب، انا مش هبيع حاجه من ريحه ابوك. طب خلاص يا ما تضايقيش نفسك، انا هتصرف في فلوس ونهد ونبني. منين؟ من شغلك مع عبد ربه؟ ده انا يتهد البيت عليا واتدفن تحت ترابه ولا مليم واحد من الراجل ده يمسنا. حاضر سيبيها على الله وهي تتحل من عنده. كلي بقى. هلا بس بقى شوف بالليل يا أم. ربنا يهديك يا عرب يا ابن بطني يا رب. مالك يا اللي تنزغي واقفه كده ليه؟ في حد يا بنت هيقفلك بالمنظر ده؟ يا بنت فكيها شويه. اعملي قصع يمين قصع شمال، فكوا الجبس ده هتودينا في داهيه. امسكي خد اللبانه دي مضغيها وبيني البضاعه وتقصعي. ايه اللي انت لابساها ده؟ هات الزبده دي بالرمي يا اختي. يا اختي هتموتينا خلاص. عايزه هيقفلك بالمنظر الزفت. يلا يا بنت اعملي منظر بيني البضاعه يا بنت. مساء الورد. مساء العسل يا عسل. ايه يا عسل؟ عندك مكان؟ بقول لك ايه اركبي. ماشي. عندي بدل المكان كذا مكان. بقول لك ايه؟ ما عندكش اغاني حلوه كده تسمعها لنا؟ عندي فلاشه مليانه اغاني رقص هنرقص عليها للصبح. طب يلا. الموبايل يا بنت الحرامية. موبايل ايه يا ابو موبايل؟ انت عايز تتبلى عليا؟ انا اعرفك يا راجل. انت سارق الموبايل بقى انت قلت على عينيا. انا عمري ما شفتك يا بنت الحرامية. انا
باشمهندس انت سرقتي الموبايل دلوقتي. الحقني بيه. في ايه؟ اللي سرق الموبايل كان عايز يحط ايده هنا، عايز يتحرش بيا. والله يا باشا البنت دي بنت حرامية، سرقت الموبايل على الطاولة دلوقتي. انا عمري ما شفتك يا اخويا. اتفضلوا انتوا الاثنين مع الاسم. بس على الاسم بقى، وكل واحد ياخد حقه في الاسم. يلا يا حبيبي. مالك يا حاج؟ فيك ايه؟ شكلك متضايق. اخواتك رجعوا يا باحة، وهيفتحوا مغلق خشب جديد. طب انت هتعمل ايه؟ انت اتأخرت عليا كده ليه؟ انا لما جبت الورق من المحامي واستنيت لما اخواتك نزلوا. يلا بسرعة قبل ما يرجعوا. اطمن، عندهم نقلة خشب كبيرة ورايحين يبيعوها، وغالبا هيباتوا بره. وانا قلت لهم خليكم براحتكم، انا عايز افضل جنب ابوي حبيبي. بصمه. الحمد لله انا تمام. يلا بينا.